قلت حاجة تاني دي العيال هيتشلوا مني. خلي ده بس كده هنا، دي العيال هيتشلوا مني. نشتري بقى فول ارمور، بوم، نشتري ده مع ده كده. تمام كده ظبطنا الفول ارمور. ارمور دهبي، بس البنطلون بس هو اللي مش دهبي. لا لو في هنا اتنين وهنا اتنين، انا كده في الارمور دايما. مفيش لا ان شاء الله يعني. ليه كده بس؟ ليه يا بلو؟ ليه كده؟ عيب يا بلو، عيب عيب جدا، عيب جدا يا بلو. اول شفتوا اللي حصل؟ وات شفتوا اللي حصل؟ لا اول لما قتلته دم رجع فله، رجع 23 قلب في ثانيه كده. بسم الله ما شاء الله يعني. اللي هشوفه في وشه واقتله. نهار اسود ونايب 600,000 ليره. انا والله لا هقتل ثلاثه ورا بعض. نهار اسود ايه ده انا قتلت ثلاثه ورا بعض بجد؟ انت مهزر. اربعه؟ سلام عليكم. انا يا دي النيل. سلام عليكم، انا ماشي، اشوفكم على خير، مع السلامة. بعدين في ايه واللي بلو بقى مستهبل بره يلا. ده مات 50 موتة. ثواني نشتري لنا دي، بقيت في الارمر ده. ودي البوصلة دي تودينا فين العيال عشان نقتلهم ونوديه في 60 داي. هات لي كل حاجة تاني يا باشا. شكرا يا باشا، ده انتوا ليلتكوا مش معدية معانا. خد هنا والله لا هقتلك يعني، هقتلك يعني. الحمد لله كنت هروح في 560 900 مليار 999 ده. هو الواد ده مش عاوز يسيبنا؟ كفايه يالا الواد الاهبل ده، ارحمنا. روح مثلا كسر السرير التيم بتاعك او روح على الريد، بس ارحمنا. الواد البارد ده. ثواني كل يا ابني كل. خدوا هنا، اطلعوا مني فين؟ خد هنا انت. والله لا موتك يا نوب. تاني قلت بلاش. حاجة ممتعة لما تقتل العيال وهلسك يزيد. اول لما اقول الكلمة دي على طول اموت واخسر زي اللي حصل في المرة اللي فاتت. الواد محمد قال بسم الله ما شاء الله عليا، رحت اخسر الجيم كله والمساعة كمان خلص. هوريس نايب 600,000 نيل. لسه مقول. انا لسه ما اقول يا ابني سيبني على الاقل اكمل الكلمه. لسه ما اقول. اجري بسرعه. نفتح ده ونشتري لنا ده. دي بونجن الاختفاء عشان اختفي. انا اختفي وراح اقتلهم، مش واخدين بالهم. يقضي على مين؟ يقضي على اللي طب والله لا راح اكسر السر بتاعه. معانا شيرز؟ مش وقتك انت. معانا شيرز؟ يب. ايه في ايده انا مش شايفها. نعم ثواني. الشب يا ابراهيم. مستحيل صعب عليا الوضع والله. الله يخرب بيت اهلك. قلب بسرعه كل هات يا ابني اي حاجه. اقوى
هو طفل في مصر، أقوى طفل في مصر، ليه في مصر؟ أنا شلل حياتي دلوقتي حالا. تعال والله لا هتموت، قسما بالله لا هتموت، هقتلك يلا. خد هنا يا ابنل، هات يلا يا ابنل، يلا يا ابنل، كنت لسه عاوز صاحبك دلوقتي غيرت رأيي. خد هنا يا ابنل، يا ابن الكل. اللعبة بنت الكلب دي لعبة جامعة، مش هقول حاجة أكتر من كده على اللعبة دي. والله لو مت قدام الواد اللي بلو دوت هقتلك، أنا قلت أهو هطلعك بره الجيم ده، إزاي أنا مش عارف. سويتنا 10 بس، والله لا ان مو... يا رب انا اقتله، يا رب انا اقتله، يا رب انا اقتله، يا رب انا اقتله. وسع 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 انا في شكلك انت، والله العظيم لا تموت على ايدي انا. ايوه مات مات مات، الحمد لله. هات 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 بسرعه 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 بسرعه، كل حاجه كل حاجه. يا ساتر، لا قلب قلب، كنت هموت الله يخرب بيت اهلكم. الله يخرب بيتكم من اليوم الاول في بيت ورثة تعملوا فيها كده، بل في اليوم التاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاتناشر والتلاتاشر والاربعتاشر والخمستاشر. انت بقى هتموت بدي انا. انا هتشال، انا هتشال، يعني يوم لما هلسي يزيد اموت يا معفنين، انا معفنين، شو معفنين، عينا ليلى ليلى لاي معفنين، اسيلة ليلى 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 لاي. خد هنا تروح مني فين يا ريت يا ابنل، اسف يا ريت. لعبة مبركة عاملة ناس بتموتش زي نوب مثلا. تعرف ايه ماشي ايه؟ بكره موتك لو مش هنزعجك معانا يا دوم يا معفنة. تعرف لو جبت السلاح السري هتروح في 60 مليار داهية. المركز الاول وكمان واخد بتاع دي احسن. احسن يا نوبات يا نوبات يا نوبات يا نوبات يا نوبات يا نوبات. خلي ده بتحمل بس المعفنة دي، استنى بس كده المساحة تخلصش تاني والتسجيل يقف. اديتها 74 ماشي. انا اوريه كده اللي بيبدا يفتح 50، ولا نشوف المفاجأة كم مفتاح يا ترى. كم مفتاح؟ 120 مفتاح. واو
بعيد جدا على الألف. والله المحترفين كانوا في الثانية بيجيبوا الألف، كانوا بيدوسوا هنا بعدين يدوسوا هنا. اوكي خلاص يجيبوا اكتر من ألف. فوت منهم 40. انا منين؟ انا السادس. نعم يا اختي. مش ده صاحبي المفروض؟